بمعنى الاوقاف خدت من ناحيه ان الميكروفونات بتؤدي الى تعب بالنسبه للراجل المريض او طفل او انسان عاوز يرتاح، خدت بالك؟ رغم ان دي طبعا فرض، المفروض الفرض يقام في وقته، خدت بالك؟ لكن مش شرط ان هو مثلا يتزاعل كل الصلاه، ولكن بدايه الصلاه الاذان لا اكثر ولا اقل. لا ده كده يعني بتمنع حاجات احنا متعودين نقول من الف السنين. انا بالنسبه لي شهر رمضان التراويح والاذان التراويح، ثاني حاجه التراويح كل مدتها هي من تلت ساعه ونص ساعه، لا وتوقيتها هي لا في ما تبقى فيه مذاكره ولا تبقى فيه حد حينام. ثاني انت هتمنع التراويح ما بكره بعد اقول لك امنع اجراس الكنائس، امنع الاذان نفسه. ليه يعني انت مش مع لا رفع لا انت لا مع منع التراويح ولا مع رفع اجراس الكنائس؟ لا طبعا دي مصر، هي دي مصر. يعني هو عشان خاطر الصبح في اذان الفجر، فتلي بالك الاذان مكبر الصوت عم يكون مزعج، الناس نايمه، ناس تعبانه، في مذاكره، في طلبه في كليات، في طلبه في ثانويه عامه، المذيع اللي بيشتغلوا بتوع الجامعه عم يشتغلون بدل من الساعه 3 الى ربع مثلا يشتغلوا من الساعه 2 حوالي اكثر من ساعه ونص، والقران شغال وبصوت عالي، في ناس عايزه ترتاح، في ناس نايمه، في ناس مرهقه، في ناس صحتها تعبانه خالص، الطلبه بتوع المدارس بتوع الثانويه العامه بتوع الكليات عاوزين برضه يرتاحوا، يتصلوا قبل الاذان مثلا بخمس دقائق او بعشر دقائق عشان ينبه الناس ان في الاذان بعد القران ده، في الاذان بتاع صلاه الفجر. لان المتكبرات حاجه روحانيه بتشد المسلم الى بيت الله وبتشوقه انه في رحمه، في استغاثه من الله عز وجل.